ايه اللي بيحصل في ليبيا؟ يعني فجأة مقترح روسي تركي بوقف اطلاق النار في ليبيا، ثم حفتر يعلن قبول وقف اطلاق النار، ثم حفتر في القاهرة، ثم عقيلة صالح في القاهرة، ثم عقيلة صالح يطلب يعني يندد او يعني يلوح بانه ممكن نستدعي الجيش المصري معانا. فجأة من شوية مصر بتقول ترحب بوقف اطلاق النار. ماذا يحدث؟ وغدا هناك قمة تجمع السيد فايز سراج مع السيد بوتين في موسكو، وكان في تركيا حتى الآن، هو مازال في اسطنبول. سينتقل من اسطنبول إلى موسكو. أيوة. لتوقيع، من المتوقع في توقيع اتفاق وقف اطلاق النار دائم. وقف اطلاق النار دائم. أيوة. حيحضر حتى حفتر وصل لموسكو. يعني بوتين استدعى، أو يعني في اجتماع ما بين بوتين والسراج سوا مع 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 حفتر، مع حفتر عشان يوقف اطلاق نار كامل دائم وعودة المفاوضات. وبالتالي ده اللي غير موقف السيسي وخلاه يرحب بوقف اطلاق. لا خلاص، الآن المعادلة المصرية في ليبيا تكاد تنتهي، يعني مسألة وقت لا أكثر. يعني بمعنى الآن حفتر مشروع روسي، مثلا كيف ما حدث مع الإيرانيين مع بشار دعموه أجل الروس أخذوا كل شيء، هكذا حصل الآن. إمارات، مصر، السعودية، فرنسا طلعت من الجيم. الآن حفتر نسخة روسية. طيب، ما في الحالة دي برضو مش حلو للليبيين، فيها إيجابيات وفيها سلبيات. إيه الإيجابيات بتاعتها؟ الإيجابيات إن إحنا حليفنا في طرابلس حكومة الفخر الوطني هو الحليف التركي، هو الضامن. المفاوضات هي أساسا أصبح الآن تركي روسي جزائري. مصر، الإمارات، السعودية خرجوا من اللعب، مش حتسمع صوت اسمهم مرة أخرى، حتسمع بس في الجولات. وقال وزير الخارجية الروسي، وقال وزير لكن الخارجية، لكن هيظل حفتر ماسك المنطقة الشرقية مش معروف على الاتفاق إيه حيحصل. هي مازال حندخل مفاوضات سياسية، هل حفتر حيقبل؟ حفتر مش حيقبل. بس أنا سمعت أنهم سحبوا المقاتلين الروس بتوع فاغنر، بس سحبوهم بالكامل، سحبوهم في من الاشتباكات بالأمس. اعترف بوتين بأن في مقاتلين روس. شوف، هو حفتر حتى وضح للمشاهد الكريم، حفتر كان في قمة بين السيد بوتين والسيد أردوغان يوم 8 يناير، تم الاتفاق على وقف اطلاق النار. حكومة الفخر الوطني بعد ساعتين تقريبا من اصدار البيان رحبت بالمبادرة وقالت نحن مقابلين بها، لان حليفها التركي وافق. تمام، جيد. في المفاوضات خرج مجلس النواب اللي في طرابلس، خرج مجلس الدولة يعني السلطة التشريعية، وافقوا القيادات العسكرية، وافقت. حفتر خرج بعد بيومين رفض وقف اطلاق النار. ايش عملوا له الروس امس؟ عملوا له ايه بقى قبل وقف اطلاق النار ب 24 ساعة تقريبا او اقل؟ عملوا له ايه المرتزقة الروس الفاغنر، وهم رأس الحربة وهم القوة القتالية الأكثر سرسة، رجعوا حبتين من الجبهة. وجعلوا من الجنجويد فقط في الجبهة أمام قوات حكومة الفقر، وهم الجنجويد المقاتلين السودانيين. أيوة. السودانيين مع عدد من المقاتلين الليبيين. كويس. تقدمت قوات حكومة الفقر الوطني في عدة تمركزات، جيد، وعملت عمايل. يعني تقريبا بالأمس كانت أكثر من 20، هو ده اللي سموها خرق المعارضة. لا قبل هذا، قبل هي ساعة يعني اليوم مثلا، اليوم كم اليوم 12 ساعة واحد، يعني أول ساعة في اليوم، يعني أول ساعة في يوم الحد. بالضبط يوم الحد. لكن اللي أنا أحكي لك الكلام هذا حدث يوم السبت. بس أنا سمعت المتحدث العسكري بتاع حفتر بيقول كان رافض من البداية. لا، وكان بيقول إن إحنا قبلنا سنقام الإرهاب وكذا وكذا. وإيه قال؟ قبلنا وقف إطلاق النار. لا، هذا متى؟ أما يوم هذا يوم 10 خرج. قال لن نوقف يعني. تمام، كويس. فالروس سحبوا الفاغنر. سحبوا الفاغنر، رسالة واضحة. اسمع الكلام. هتخش لوحدك بقى. وهذا اللي صار. فرجع النهاردة قبل. النهاردة قبل السبت. ومصر قبلت من شوية. وقبلت كذلك. يعني